دور المرأة مهم جداً، محاورتها مع الرجل، وضع يعني حلول باتفاق طبعاً مع الطرفين، لأنه هو بيكون إثبات للذات. يعني هي المخلوقة اللي عايشة معاي مو مجرد إنساني يعني عليها واجبات وعليها التزامات، لا بالعكس هي مشاركة وهي دور إلى دور أساس. هي شركة حياة، المفروض يجلس معاها ويعطيها الحس الشعور الطيب لأجل تشعر كأنها إنساني، يحاورها وتحاوروا ويكونوا بيناتهم روح طيبة. المرأة والرجل بحاجة دائما إنه واحد يعني من هالضغوط طبعا حدا ينصت لما نحن بنتكلم وبنحكي عن همومنا عن تعبنا. أفضل شيء، أفضل إنسان هو يكون الزوج. من نصيحتي للأزواج طبعاً إنه يتعلموا كيف يحبوا بعض، كيف يتعاونوا مع بعض، كيف يسمعوا لبعض، كيف يتحاوروا مع بعض، ويخلوا هالبيت الصغير مهما كان، سواء كان غرفة ولا قصر، يعملوه جنة.